مكملين رحلتنا معاكم في منطقة الألف فدان داخل إحدى مزارع المشمش النموذجية، ومن المعروف إن المشمش فاكهة حساسة جداً وبتحتاج تعامل جيد وعناية خاصة، وده اللي دفع صاحب المزرعة الأستاذ سعد عبد الباسط لبناء مزرعة متكاملة لتقديم منتج يليق بالتسويق المحلي والتصدير وبنفس الجودة، وعمله الدايم على تدريب العمال على التعامل الصحيح مع ثمار المشمش للحفاظ على جودتها. زراعة المشمش أصبحت هواية عنده، وده اللي شجعه للتوسع في زراعته في أراضي جديدة وسعيه لتصدير المشمش، وده لأنها فاكهة بتستخدم في صناعات كتيرة ومختلفة. الأستاذ سعد عباسط صاحب أحد مزارع المشمش، أهلا بيك. يا مرحبا. اشرح لنا بقى مزرعة زي كده، مزرعة نموذجية للمشمش، شايف بسم الله ما شاء الله ثمار حلو، إنتاجية كويسة، صنف مميز، اشرح لنا بقى المزرعة دي. حضرتك المزرعة دي منظومة كاملة بنقوم فيها أفراد كتير، كل واحد بيقوم بدوره، من استشاري، مهندسين، إداري، العمال اللي شغالة في المزرعة، كلهاتنا شخص واحد. هدفنا كله إن احنا نقدم منتج محترم آخر السنة يليق بمنتج مصري يناسب المستهلك المصري والتصدير. حضرتك احنا كلنا شركاء في النجاح، من عامل مدير مزرعة لمهندس استشاري، كلنا شركاء في النجاح. حضرتك المزرعة هنا مزروعة بصنف الكانينو، من الأصناف تحمل التخزين، تدخل في صناعات متعددة، التكفيف، يخش في القمر الدين، صناعات كتير متعددة، بس طبعا هو في نسبة بتطلع منه تصدير، لكن الأغلبية طبعا كله بيطلع، يعني أغلبية بقى المحصول بتطلع سوق محلي. اشرح لي بقى العمر الشجرة قد إيه، بدأنا إمتى في الزراعة هنا بالنسبة لمحصول المشمش؟ حضرتك احنا بدأنا هنا في المزرعة هنا من 2015 2016. حضرتك بتحتاج شجرة المشمش بتحتاج رعاية متكاملة، شجرة حساسة، الثمرة ذات نفسها حساسة، بتحتاج رعاية خاصة من مكافحة حشرية فطرية، رعاية كاملة بالشجرة، اهتمام بالثمرة في جميع مراحل تطور الحباية، الثمرة من أول الزهرة لعند معاد جني الثمار. حضرتك ثمرة المشمش ثمرة حساسة بتحتاج رعاية خاصة في المعاملة على مدى 12 شهر في السنة، بتحتاج معاملة خاصة في عملية الجمع، لازم الفني اللي بيجمع ثمرة المشمش لازم يكون متخصص فيها، لأن هي ملمسها الخارجي كثمرة حساس جدا. فشجرة المشمش بتحتاج رعاية خاصة غير بقى أصناف الفاكهة. ازاي احنا بنختار النهاردة العامل اللي بيحصد بقى؟ بنختار ازاي؟ حضرتك العامل مش يعني العامل اللي بيجي جديد لازم ياخد فترة كتدريب، لازم ياخد فترة كده نعلمه ازاي يقطف الثمرة، لازم ازاي ان هو يشيل السلة، لازم ازاي ان هو يتعامل معها في عملية التعبية، في عملية الفرز، كل ده الفني او العامل بيتدرب عليه قبل ان هو يبقى كشخص معتمد ان هو ازاي يتعامل مع الشجرة لوحده. تمام. او يتعامل ازاي مع الثمره لوحده. طب احنا بنعلم النهارده اللي بيجمع النهارده بنعلم يقطف ازاي الحبايه اللي استوت الحبايه اللي لسه؟ حضرتك من علامات نضج الثمره اللون توصل لمرحله معينه من اللون. تمام. فخلاص احنا الفن عرف خلاص ان هو خلاص بقت مناسبه للاستخدام، ان هو خلاص ما عاد الثمره خلاص ما عادش يستحمل اكتر من كده. ثمرة المشمش لازم تنجمع في مرحلة ان هي تكون ذات صلابة، ما نسيبش الثمرة لغاية ما توصل لمرحلة من الطياب. تمام. عشان تستحمل معايا عملية النقل، عملية التوزيع، عملية التداول في السوق، توصل بمنتج محترم للمستهلك، لان هي لو قطفناها في مرحلة متأخرة من النضج عم تكون توصل للمستهلك تكون بقت ثمرة رديئة، يعني غير صالحة للاستخدام. التعامل مع السوق بقى احنا بنتعامل مع مين؟ حضرتك احنا بنتعامل مع اسواق محلي، ده مشكله بتقابل المنتج المصري، ان انا كمزارعين كاصحاب شركات بنشتغل
على المنتج ان احنا نطلع منتج درجة اولى. فالمفروض ان احنا نلاقي كمنافذ تصدير او كمنتج محترم لازم يروح في المكان اللي يناسبه. تمام. بس طبعا كل تعاملات بس احنا مش بنصدر حاليا، يعني انا شايف ان هنا محصول اورجانيك المفروض نصدر. المفروض. اه تمام. المفروض. بس وهل المحصول ده يستحمل التصدير؟ طبعا. صنف الكانينو من صفاته ان هو ذات صلابة عالية. بيستحمل ان هو فترة تخزين طويلة. ممكن ياخد فترة تخزين من شهر مثلا 45 يوم. تمام. فيتحمل السفر والنقل والتداول. قول لي بقى شبكة الري هنا. اشرح لي شبكة الري هنا في المزرعة. حضرتك شبكة الري هنا تنقيط. بنعتمد على نظام التنقيط. خراطيم تنقيط. فنظام الري بالتنقيط بوفر علينا مجهود كبير. تمام. وسهولة، ووفر علينا في التسمية في المعاملات السمادية طبعا، ووفر علينا طبعا في مقاومة الحشائش، بوفر علينا في حاجات كتير، بوفر في كمية المية ذات نفسها، بخلينا نتحكم في كل حاجة في المزرعة. تمام. فهو النظام الأمثل للري للأشجار. تمام. اشمعنا بقى المشمش هنا؟ يعني انت حبيت المشمش وزرعت المشمش؟ مبدئيا كشجرة مشمش هي فرضت علينا في الأول، لأن احنا جينا لقينا المنطقة مزروعة كمشمش. تمام. لكن بعد كده الموضوع اتطور معنا كهواية. يعني ما ثمرة المشمش، شجرة المشمش اتطورت معنا من فرض علينا أو واقع عشناه لهواية، وبنحاول احنا نطور فيها. أنا النهاردة احنا كشركة أو كشخص حاولنا ان احنا خدنا خطوة جريئة شوية كده، ووسعنا مساحة أرض، وأخدنا أرض في فرافرة جديدة. تمام. تنزرع بالمشمش والكمثرى والمانجا. تمام. ده برضه هيكون في السوق المحلي برضه؟ والله لو لقينا فرصه للتصدير. والمفروض يعني طب انتوا ما بادرتوش مثلا مع الحجر الزراعي المصري علشان مثلا تصدروا تشوفوا منفذ عشان التصدير؟ انتوا هنا منتج يعني محترم يشرف اي دوله في الخارج. حضرتك المفروض ان احنا بيبقى في يعني دور من الدوله في منطقه في مرحله التصدير. ماشي. بس هو قالت لك كود المزرعه بتاعتك، مش قالت لك لازم تكود المزرعة عشان تصدر؟ صح. تمام. انتوا بتكودوا المزارع بتاعتكم؟ ايوه بنكود المزارع. يعني حاليا المزرعة دي مكودة؟ مكودة. مكودة من قبل الحجر الزراعي المصري؟ اه. طب يعني ما فيش مثلا تواصل ليه؟ تعالى انا مزرعتي مكودة، انا محتاج اصدر، محتاج منفذ جديد، ما فيش؟ ما حضرتك في اوقات التصدير بيوقف. تمام. وثمره المشمش اصلا المشمش ده موسمي، يعني ملهاش عمر. ملهاش عمر ان انا استحمل مثلا التصدير واقف النهارده، ان انا مثلا تستحمل معاه شهر قدام، ما تستحملش الكلام ده. هي تمت عمليه الجمع، لازم في وقت قصير جدا تكون منقوله، تكون مستخدمه. فلو صدفت معاه مثلا وقت تصدير واقف، فمش هتستحمل انها لما تصدر. تمام. في البيع بقى من المزرعه بتتعامل مع تاجر، ولا انت بتروح السوق وتنزل المنتج بتاعك؟ لا، احنا بنتعامل مع الوكايل، وكيل الجمله. تمام. وكيل الجمله، وبعد كده التاجر القطاعي بيروح ياخد من وكيل الجمله، وبعد كده يبيع هو للفرشات، والفرشات تبيع للمستهلك. طب انت لو نزلت بقى المنتج بتاعك للسوق دايركت على طول مباشره، ما ينفعش؟ هيكون احسن؟ لا ما ينفعش طبعا. ليه بقى؟ حضرتك كميه، انت لما يبقى عندك مزرعه كبيره فكده كميه، فالوضع هيبقى صعب عليك ان انت توزع الكلام ده كله، الكميه دي على الفرشات وعمليه لم الايراد وكده، هتبقى الموضوع صعب. وبعدين كل واحد له دور. يعني مثلا انا كصاحب مزرعه دوري الاشراف، دوري المتابعه، الاستشاري المختص مطلوب من المزرعه له دور، العامل له دور، التاجر له دور، السواقين لهم دور، الفريش لهم دور، الجماعه كل واحد له دور في المجتمع. تمام. بالنسبه لمتابعه المحصول، انت شايف دلوقتي هي بتمطر علينا اهو، احنا في الصيف اهو، احنا لا. بنتابع بقى المحصول اول باول. لا حضرتك المناخ تغير جزء وكلي في السنين الاخيره، فالوضع بقى صعب جدا. يعني احنا النهارده في شهر 6 والجو بيشتي زي ما حضرتك شايف كده، هو ده كانت من الصعوبات اللي بتقابلنا في عمليه الرعايه على المدى العام. درجات برودة في أوقات مش محتاجين برودة، درجات حرارة في وقت مش محتاجين حرارة. فدي من الصعوبات اللي بتقابل المحاصيل على مستوى عام، والنواة الحجرية على مستوى خاص. فالموضوع بقى صعب في الوقت الأخير، في السنة الأخيرة، إن أنت تطلع بمنتج محترم في الآخر. تطورات المناخ طبعا العالم كله بيتكلم عليها، فالوضع بقى من الصعوبات، يعني بيقابلنا صعوبات كتير. يعني النهاردة في شهر 6 وفي شتاء، في مطر، أنت حضرتك شايف. فدي من الصعوبات اللي بتقابلنا. رسالة بقى توجهها لمين؟
حضرتك الرسالة اللي بوجهها النهاردة بوجهها لكذا فئة. النهاردة الرسالة اللي بوجهها الأهم الناس اللي يعني المحيطين بالشخص اللي يقدر ان هو يكافح ويعمل حاجة محترمة. تشريفكم ليا النهاردة ده دليل على نجاحي، والنجاح ده انا مش شريك مش 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 قايم بيه لوحدي. النهاردة بتبقى في الناس حوالين منك شركة معك في النجاح، الأهل، الناس اللي شغالة معاك، المهندسين، الفنيين، العمال، كل هاتنا بنبقى شركة في النجاح ده كله، فأنا بوجه لهم الشكر جدا. حضرتك رسالة تانية، الشباب لازم يفكر خارج الصندوق، الشباب لازم يطلع، لازم يشتغل، الشباب لازم يطلع من مكانه. لو كل واحد قاعد مكانه وقال لسه هعمل ايه وهروح فين وهاجي منين، البلد مش هتتقدم. النهارده لازم الشباب هو اللي هيقوم بالبلد، الشباب ده لازم يطلع من البلاد، الناس اللي قاعده في بيوتها، اطلع ما تخافش، كافح، جرب، افشل وانجح تاني وجرب، ما ينفعش تقعد مكانك. وكان لينا لقاء تاني مع استشاري محاصيل النواه الحجريه، وكان لينا لقاء تاني مع استشاري محاصيل النواه الحجريه المهندس محمد دنقل. عرفنا منه الصنف المزروع ومواصفاته، العمليات الصحيحة لإنتاجه بأعلى جودة، واهتمامه بمكافحة ذبابة الفاكهة بالطرق السليمة، وعدم الإفراط في استخدام المبيدات، وتحقيقهم لأعلى إنتاجية السنة دي رغم التغير المناخي، وده بسبب اهتمامهم بأصل الشجرة وحمايتها من الأمراض. وأشاد المهندس محمد بدور الحجر الزراعي الدائم في الوقوف بجانب الفلاح الصغير ودعمه عشان يحصد أحلى وأجود ثمرة. المهندس محمد دنقل، استشاري المحاصيل الزراعية للنواة الحجرية، أهلا بك. تشرفتونا يا فندم. احنا دلوقتي في موسم حصاد المشمش، انت طبعا عارف ان المشمش موسمي، هو شهر، احنا بنتعامل ازاي معه في الحصاد بقى؟ فترة، اولا انا بحيي وبوجه شكري وتقديري لبرنامج السمرة ومشاهدين برنامج السمرة على قناة مصر الزراعية مع حضرتك الاعلام المتألق عز النوبي. اولا فترة حصاد المشمش، احنا هنا في موسم 2023، 1 مايو بدء موسم حصاد المشمش لصنف الكانينو، ده يعتبر من اهم اصناف المشمش الموجودة بجمهورية مصر العربية، نظرا للاهمية الاقتصادية من حيث طريقة الاستهلاك، لان احنا من المتعارف ان المشمش يستهلك اما بطريقتين، اما بطريقة صناعية مصنعة او بطريقة فريش اللي هو بيستخدم طازج، تمام. فهنا أهمية فترة الحصاد بالنسبة لمحصول المشمش، سواء كان مشمش كانينو أو أمل أو حايد أو برياني أو أي صنف من الأصناف، فهي أن أنا ببدأ أشتغل على إدارة عمليات جمع بطريقة سليمة، مواصفات ثمرة مناسبة للمستهلك، صلابة جيدة، وعدم الإهمال في عملية الجمع علشان المحصول نفسه ما يحصلش فيه فاقد، ودي جزئيه احنا بنعاني منها ان يكون عندنا فاقد في الانتاج. فالحمد لله من وقت ما عمليه الصناعات دخلت وهناك صناعات قائمه على ثمار المشمش، ادت الى تقليل الفاقد في المحصول بطريقه واضحه جدا يعني. تمام. بالنسبه لي اهميه التصنيع بالنسبه للمشمش، التصنيع الزراعي، الصناعات القائمه على ثمار المشمش وبالاخص صنف الكانينو اللي حضراتكم شرفينا فيه النهارده، هناك صناعات من أهم الصناعات القائمة على هذا الصنف هو تجفيف ثمار المشمش، وتجفيف ثمار المشمش ده قائمة على صنف الكانينو بعينه، علشان الصنف ده صلابته عالية، نسبة اللحم فيه كبيرة، البذرة بتنفصل عن اللحم، فبالتالي بتبقى سهلة في عملية التجفيف وتصنيع المنتج فيه في المنتج ثم تصديره للخارج، وبالتالي القيمة الاقتصادية للمنتج بتبقى عالية، وبالتالي المزارع أو المستثمر الكبير أو المستثمر المتوسط أو المزارع البسيط، بالتالي العائد الربحية بيكون عالي. لو هنتكلم عن المعاملات أو الممارسات الزراعية الجيدة بالنسبة لشجرة المشمش من بداية زراعتها، لما نتكلم على العمليات الزراعية نتكلم على ممارسات حقلية، من ضمنها ضبط المقنن المائي، ضبط المقنن الغذائي، الأهم من ده كله ضبط العمليات الفنية، أو العمليات الفنية مهمة جدا علشان استمرارية الإنتاج على مدار السنين القادمة والمحافظة على عمر الأشجار. الحاجة المهمة برضو المحافظة على الأشجار من الإصابة بالأمراض والوقاية منها،
فبالتالي دي نقاط مهمه جدا لابد من المحافظه عليها، تمام؟ وهي مستمره. النقطه اللي انا عايز اقولها ان هي مستمره على مدار ال 12 شهر وليس فتره المحصول فقط. تمام، احنا ازاي النهارده بنتعامل مع ذبابه الفاكهه بقى؟ نتعامل مع ذبابه الفاكهه، التعامل مع ذبابه الفاكهه اولا اداره عمليه الجمع، ان انا بلم المحصول بتاعي بطريقه جيده وما بسيبش اي فاقد بالنسبه لي، وما وصلش المحصول بتاعي او الثمار ان يوصل لمرحله ان الثمره نفسها تطرى، يعني وصلت لمرحله نضج عاليه، تمام؟ انا ببدا حصاد المحصول عند مرحله اكتمال اللون، عند مرحله اكتمال اللون خلاص ببدا حصاد، ما اخرش عن كده. تاخير عن كده يعني ذبابه فاكهه، يعني مشاكل، ويعني فقد في المحصول. اهميه بدء الحصاد في المحصول ده امر من اساسيات المحافظه والوقايه من ذبابه الفاكهه، بالاضافه الى استخدام بعض المصايد الفرمونيه والمصايد الغذائيه التي تحافظ على الوقايه من ذبابه الفاكهه. تمام، لو هنتكلم عن اعلى انتاجيه اتحققت النهارده لفدان المشمش، احنا النهارده موجودين في ارض مشمش صنف الكانينو، انتاجيه الفدان تتراوح من 10 ل 11 طن للفدان، وده كان تحدي كبير. اعلى انتاجيه وصلناها هذا العام. لان وده كان تحدي كبير في ظل التغيرات المناخيه التي طرات على هذا الصنف بعينه. يعني طب هو الصنف ده حضرتك هو يواجه المناخ المتغير؟ صنف كان متاخر في التزهير، ده طبيعه تزهير الصنف، متاخر في التزهير، فبالتالي بتواجهه تغيرات مناخيه في فصل الشتاء بطريقه كبيره خالص، يعني فبالتالي بيبقى فتره عصيبه على الازهار. تمام، انا كمزارع مشمش النهارده انا بدات اجمع المشمش، اتعامل ازاي مع المناخ المتغير؟ النهارده هي بتشتهي، اتعامل ازاي مع المحصول ده؟ مهم جدا رسالتي للمزارعين، لان دي جزئيه مهمه خالص. انا عايز محصول جيد، انتاجيه عاليه، مش هبص على الزهر اللي عندي، انا هبص على الصيف بتاعي، فتره شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 وشهر 9 وبدايه شهر 10. المحافظه على نمو واستقرار الاشجار في المرحله دي وعدم حدوث اي اصابه مرضيه تؤدي الى تساقط الاوراق في الوقت ده امر مهم جدا. انا عايز عندي انتاجيه كويسه، احافظ ان ما يحصلش عندي تساقط للاوراق في الوقت ده. طب ليه برضه تساقط اوراق؟ علشان بيحصل فقد في كميه الكربوهيدرات المخزنه للموسم القادم. انا لما الاشجار عندي بعد الحصاد يحصلها تساقط للاوراق، فبالتالي بيحصل فقد في كميه الكربوهيدرات اللي انا اصلا بخزنها في النبات عشان تؤدي الى ايه؟ الى تزهير العام القادم. طب ايه هي الامراض التي تؤدي الى تساقط الاوراق في فتره الصيف؟ الاصابه بالصدأ، الاصابه بالثقوب الناريه شوت هولز، الاصابه بافه العناكب. كل هذه الامراض اشتركت في عامل واحد وهو عامل تساقط الاوراق، وبالتالي اتفضل. تمام، احنا لو هنتكلم عن اهميه المحصول بالنسبه للتصدير، اهميه المحصول وبالاخص صنف الكانينو، صنف من اصناف الواعده في التصدير والتجفيف، لان يتم تجفيف المنتج وتصديره خارج البلاد، وبالتالي احنا كده بنادي دور مهم جدا للبلد، ان احنا بندخل عمله صعبه للبلد. تمام، المهندس محمد دونجل انت استشاري كبير النهارده، حد فاهم. شكرا يا فندم. خبره كبيره في المحاصيل الزراعيه ذات النوايا الحجريه. النهارده لو انا هتعامل مع وزاره الزراعه مثلا زي معهد بحوث البساتين، نقول لهم يا جماعه احنا هنواجه النهارده مناخ متغير، محتاجين صنف جديد، صنف يحمي الانتاج، يحمي المزارع، نقدر ان احنا نصدر منه. هو بالفعل المراكز البحوث الزراعيه والمراكز البحثيه بالجامعات شغالين على بطرق التربيه على انتاج اصناف حديثه واصناف مقاومه لبعض الامراض ومقاومه لبعض التغيرات المناخيه، واحنا طبعا بنحاول ندعمهم من قلب المزارع ومن ارض الواقع، ان احنا نساعدهم في ان احنا نجرب كمان معاهم الاصناف دي علشان نبدا نقيمها تقييم علمي مناسب، بعد كده ينزل بعد كده الصنف ده للمزارع يقدر يستفيد منه اقتصاديا. تمام، النهارده الحجر الزراعي المصري بيقوم بعمليه تكويد المزارع علشان الصادرات، انت شايفها ازاي؟ انا اولا بوجه تحياتي للحجر الزراعي المصري عشان بيقدم تسهيلات للمزارع البسيط قبل المستثمر الكبير، في من حيث ان هو شغال على منظومه ان هو عايز المزارع البسيط يصدر قبل المستثمر الكبير، فبالتالي هو بيدور على ان احنا الكل يصدر. فبيقول دايما نصيحه الحجر الزراعي للمزارع نقول له انا محتاج منك جوده كويسه، متبقيات مبيدات مفيش، فبالتالي انت هتعرف تصدر. ودي نقطه مهمه جدا، جوده، مواصفات جوده جيده، عدم وجود متبقيات مبيدات، ده تدي فرصه لاي مزارع ان هو يصدر مع التواصل طبعا مع الحجر الزراعي.
في ناس كتير بتقول النوايا الحجريه المحاصيل فاكهه النوايا الحجريه ده بتستهلك مبيدات كتير، هل ده بالفعل؟ انا شايف ان هنا ما فيش رش، انا شايف ان محصول اورجانيك هنا. الموضوع مش في موضوع ان انا بستهلك مبيدات، الموضوع كله مرتبط ان انا عندي مجموعه امراض معينه بتنشط معايا في اوقات معينه من السنه، انا ببدا احط العلاجات المناسبه للامراض دي علشان اتفادى ان النبات نفسه يتصاب بيها وتاثر على سواء كان على عمر الشجره، على انتاجيه الشجره، على نمو الشجره. لا استهلاكه طبيعي زي اي شجره، زي اي محصول تاني يعني. ما تمام، احنا دلوقتي بننزل سوق محلي. تمام يا فندم. احنا بناخد عينه نوديها للمعمل المركزي لمتوكلات المبيدات والعناصر الصقيره، يحلل يقول لي اوكي نزل، صح؟ تمام مظبوط. احنا بنتعامل ازاي مع المعمل؟ هل بيأخر لنا العينات؟ في تسهيلات، في اجراءات عشان المستثمر النهارده ينزل المحصول بتاعه ما يقعدش مثلا على الشجره؟ بالنسبه للعينات اللي بتروح معمل المركزي لمتبقيات المبيدات، احنا بنودي العينات على طول، بتخلص بمجرد ما التحليل بتاعها بيخلص التحليل يرجع للمزارع بيقول له والله تحليلك مناسب للتصدير، فبالتالي يبدا يشتغل. دايما القيارات السياسيه كلنا متكتفين معاها في حته ان احنا نخدم البلد، وان احنا يعني كل حاجه تبقى بسرعه يعني، وده احنا بنلاقيه بالفعل على ارض الواقع يعني.